والله أنا مبسوطة جدا بالحاجة دي وسعيدة شديد إنه إحنا قدرنا نهزم العادات والتقاليد اللي كانت بتمنعنا من إننا نمارس حقنا أو حقوقنا كمرأة في الرياضة. فأنا مبسوطة وأتمنى الناس، والحمد لله لقينا قبول كبير من الناس وتفاعل كبير، وأنا مبسوطة شديد بالحاجة دي. كان يعني كان قال لك في بيت ولا مره بتلعب دي، العالم كلها بتشوفها حاجه ما كويسه، وخاصه عند السودانيين. وحاسه ده الحمد لله انه في ظاهر انه تطور رائع، والكوره يعني حاجه جميله جدا انه المراه تلعب، يعني هي ممكن مستواها يكون اعلى من الرجل عادي، فالناس بتشوف انه الحاجه دي ما كويسه ولا كيف، انه كونه بيت ولا مره تلعب يعني حاجه ما بقدروها. تظل المرأة السودانية عبر تجربتها الأخيرة في تدشين دوري كرة القدم للسيدات تعكس بداية صفحة جديدة في تاريخ السودان. تجاوز الفكر التقليدي الكلاسيكي الذي ينظر للمرأة كعورة أو يسمع صوتها كعورة أو من يراها كعورة، هذا يعني أن المجتمع أصبح متصالح على أن التعامل مع الكائن الأنثوي الذي أمامه ككائن إنساني في المقام الأول، رياضي، وزير، مهندس، دكتور، صحفي، قبل النظر على الجنس والنوع. وهذه أولى خطوات ترسيخها المدنية والتعامل مع الموضوعي بعيدا عن الشخصي.